نشارك برأينا من أجل بناء مجتمع في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالأمانة النهاردة كان في احتياطات احترازية سواء من جهة التعقيم، وكان استقبال المجموعة بصراحة جميل والناس محترمة جدا وتتعامل بلطف وخاصة مع كبار السن، وده طبعا شكر وده جهد مشكور للإخوة المشرفين على اللجان. وأنا بقول إن ضروري إن أي فرد من أفراد الشعب المشاركة للاطمئنان على من يصل إلى هذه الكراسي حتى يتحقق الهدف المنشود، وهو تحقيق العدالة وتحقيق الديمقراطية في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع بفضل الله أن يجعل من مصر بلدا عظيمة، والآن وبحمد الله وتوفيقه أصبحت في مصاف الدول العظمى، لأنها بصراحة تقول كنا في الماضي شبه هامشين، ولكن الآن الحمد لله نفتخر برئاسته ونفتخر بقيادته، وأعطى الكثير لمصر ووضع روحه على كف لإنقاذ هذا البلد بعد أن كانت أن تسقط في براثن الإخوان وما شابه ذلك. الحمد لله في مشاركة معقولة فعالة، وإن كنت أنا بقول إن لسه في متسع من الوقت اللي ممكن يجوا لغاية الساعة 9 ويعبروا عن رأيهم بكل صراحة، وليس هناك أي إجبار في اختيار قائمة معينة أو أفراد بصفاتهم يعني. بصراحة تقول هم لم يدخروا جهدا في تعقيم سواء الأماكن أو وبحمد الله يعني أنا شايف إن الأمور على خير ما يرام يعني. النهاردة الواحد فعلا يفتخر برجال الشرطة كالعادة، استقبال ظريف، وجوه بشوشة، والناس يعني كما لو كانوا بيستقبلوه في بيوتهم يعني، ناس محترمة جدا ونوعيات محترمة جدا جدا، وده فخر لينا وبشرطتنا إن شاء الله.